ارتدي وفي ما ارتجلوا وفي جلول في جلول انا اوصفي على هجول اقول نسيم علي لطرد عبير زهر اقول في شلالة عظيمة وكب في طول الدهر اوصفك على هجول عشان تروي الثمر أوصي صنابر بهجة يتمايل يا غير من الشجر أقول محاسن الدنيا جات مجتمعة في ساحة ثمر بس أقول في بهجة ألوان وجمال يتوه فيها البصر أوصف إيه عن إيه أقول أقول جيت فوق الجبل أشياء تفوق وصف البشر أحسن براك تمشي وتعيش في حقيقة أفضل من صور الكواكب والقمر على قمة تبعد ارتفاع آلاف قدم فوق البحر أوصف إيه عن إيه أقول أقول سنين عشتهم قبال أشوف مرة الجبل كانت رتيبة وما ابتسر سجين واصبحت حر واقول كمان كانت ضياع وشقى وكدر وخسر عمر انا مالي ما قادر اطول اوصف واقول كده بالشعر انا تاني راجع للجبل أعماقي لأبد الدهر لو عايز تمشي جبل مرة يغلط معاي لجبل مرة أنا تاني ماشي جبل مرة تتمنى تاني اشوفه مرة لو شفت